مرحبا، شو رح تحمل حلقة اليوم من أحداث وتطورات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الجواب رح نتعرف عليه من بعد ثواني قليلة. خلونا نبدأ أول أخبارنا لليوم وأول لوج إن على الأبليكيشن الأزرق تويتر. لكل شعب عاداته وتقاليده الخاصة فيه، ويمكن بالتحديد المجتمعات الشرقية أحد العادات فيها هي خطبة الأولاد والبنات بسن يعتبر صغير، ولكن هو بمثابة وعد إنه هذول الاثنين حيكونوا لبعض مستقبلاً ولحتى يرتبطوا مع بعض علنياً من هن وصغار، وغالباً ما بيكونوا لبعض وقت يكبروا لأنه الإنسان بيتغير تفكيره وقت يكبر، وهالشي يمكن كثير طبيعي. الفكرة يلي حنحكي عنها أنه في حفل زفاف لطفلين عمرهم 10 و 11 عام بمدينة إربد شمال الأردن أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا صح هذا الفيديو يلي عم بنشوفه حالياً فهن يعتبروا أصغر عريسين بالأردن وبهي الوقت. فنشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الفيديو لحفلة شباب أقام أقارب هدول الطفلين، ولكن موجة من التساؤلات والاستهجان يلي رافقت ظهور هالفيديو دفعت الفنان يلي أحيا هذا الحفل للخروج وتوضيح حقيقة الأمر، وقال إنه الحفل كان خطوبة ما له زواج. ولكن السؤال هون، ورغم انتشار ظاهرة الزواج المبكر بالأردن، فهل بيسمح القانون الأردني بهذا الزواج؟ وليه بتنتشر هي الظاهرة؟ وفقاً لدائرة قاضي القضاة، 95% من طلبات زواج الأطفال المقدمة لمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري عام 2020 تم الموافقة عليها. طبعاً ب2019 عدل البرلمان الأردني سن الزواج القانوني من 15 ل16 عام وفق شروط معينة، ولكن المنظمات رفضت هي التعديلات، وفعلياً العمر لسه يعتبر صغير، وكتار من الحقوقيين طالبوا بعدم وضع استثناءات لتزويج القواصر، وبكتير مناسبات رفضوا تزويج القاصرات تحت مسمى الستر. ليس عرس، هذا ندر علي من 10 سنوات. إذا الله بعطيني أولاد بصير عمرهم من 10 سنوات 11 سنة أعملهم حفلة خطوبة كأنه عرس. هلا فعلياً أوقات كتير ناس بيتزوجوا يمكن بعمر 25 و30، أكثر بشوي أقل بشوي عادي، بس بيحسوا إنه كان لازم كمان يدرسوا قرارهم وكمان يفكروا أكثر. ما حنختلف يمكن على هذا الكلام، بس الأكيد إنه كتار بيختلفوا على قصة الزواج المبكر أو زواج القواصر يلي بينذر بمشكلات اجتماعية قادمة، وبالتالي حيكون تأثيره سلبي على هالولاد بس يكبروا. ثاني أخبار جولتي ولوج إن جديدة على إنستغرام، ورح انتقل بتاني أخبار جولة اليوم على لبنان ويمكن على البلدان المجاورة كمان بفيديو كان ترند لاختلاف الجدل يلي صار حوله. فانتشر مقطع فيديو حيمرق حاليا وعم نشوفه. انتشر هذا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لجسم غريب بالسماء بلبنان، ولكن من دون ما يتم التعرف على هويته. وكتار قالوا انه هذا الجسم الغريب مو بس بلبنان ظهر، ولكن كمان بعدة بلدان مجاورة. ولكن الأخبار الصحيحة يلي انتشرت على صفحات رسمية بتقول انه هذا الجسم بيرجع لمجموعة من الأقمار الصناعية، ومعلومات حكيت انه الأضواء عبارة عن 60 قمر صناعي تابع لشركة سبيس إكس تم إطلاقها للفضاء عبر صاروخ فالكون. وتحول الأمر يمكن لمادة فكاهية عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا كتار من المغردين إن النهاية يلي كل ما أصاب اللبنانيين يمكن مصيبة بيقولوا في نيزك حيجي ياخدنا، وكتار قالوا إنه هذا هو النيزك يلي وصل. أشوفه أشوفه. صور صور. أولين يا عمي. لا يا حبيبي. أولين هيك.
ختام جولتنا اليومية ولوج إن أخيرة على فيسبوك. فيروس كورونا، هالفيروس يلي رعب البشرية الجمعاء بفترة يمكن ما كتير بعيدة، وبهي الفترة على ما يبدو أو بعض الظن أنه نحن خلصنا منه بالظاهر، ولكن بالحقيقة يمكن نرجع للإجراءات الوقائية لأنه على ما يبدو في شيء عم بيصير جديد. الصين بعدها عم بتمارس إجراءات الصارمة بحق المصابين، ولكن من بعد هذا المقطع الفيديو يلي انتشر اعتذرت السلطات الصينية لسكان مجمع سكاني مغلق جنوب البلاد من بعد كسر أبواب عشرات المنازل واقتحامها بحثاً عن مختبئين لتفادي نقلهم لمراكز الحجر الصحي لمصابي كورونا. هذا الإجراء جاء من بعد ما أظهرت نتائج اختبارات الكشف عن الفيروس إصابة عدد من الأشخاص بها المجمع السكني، وكانت السلطات عم بتدور على مخالطين للحالات المصابة، ظنت أنهم متخبيين لحتى يتفادوا أنه يتم نقلهم للمركز الخاص بالحجر الصحي، فاضطرت الأشخاص أنه تسكر الأبواب مثل ما عم نشوف بهذا المقطع الفيديو، واضطرت السلطات يمكن أنه تكسر الأبواب لحتى ترجع وتعتذر عن هذا التصرف يلي تصرفته، ويلي بيتبرر بأنه حفاظ على الصحة العامة للحد من انتشار الوباء. اليوم عم يخضع حوالي 1000 مجمع سكني بالصين لإجراءات الإغلاق بسبب انتشار سلالة فرعية سريعة الانتشار من أوميكرون من فيروس كورونا. الحذر واجب فعليا بعد الشيء اللي عم نشوفه واللي عم نسمعه وسلالات جديده، فاكيد كلياتنا لازم نكون منتبهين كرمال الصحه العامه، صحتنا وصحه كل الاشخاص يلي منحبهم. انا هي كانت حلقتي لليوم، وهدول كانوا اخباري، ومع هذا الخبر بكون وصلت لنهايه جوله لوج ان اليوميه. برجع بشوفكم بكره اذا الله راد بلفه جديده وجوله جديده على مجموعه مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هلا لوقتها ضلكم بالف خير. باي باي.